فانا رايحين يا دكتور، لانه انا هون عندي زي اشي دبوس بوجع التقويم طالع شوية حديدة منه وهي قاعدة تغزني. فسألت لها هلا رايحين على الدكتور، فرينا الدكتور عشان يشيل هذا الخيط ويضبط شوي من التقويم. فهلا وصلنا الدكتور على مجلة، وهلا عم بستنى دواء.
تختاري اشي زي زهري يمكن؟ شو بدك؟ خذي راحتك اوكي حبيبتي تاكي وارتاحي. انتي اشتغلي. تقوم عملية فنية مثل ما خبرتكم مثل رسم لوحة. أساسا فلسفة التقويم هي أسنان طبيعية مصفوفة تتناسب مع الوجه وتؤدي وظيفة كاملة، ولذلك رغم أنه تأخذ وقت شيء ولكن عملية تستاهل. هي فعلا مو بسيطة، خوفة ووقت وتحمل، ولكن كثير من الناس يحتاجوها بس يخافون. وانتي كما شفتي ما في ألم بالهم اوكي، واسنانك مصفوفين حلوين وهكذا. بالإضافة عملية التقويم تحتاج تعاون مع المريض نفسه مثلك حبيبتي وانا، واحد من عندنا ما يقدر يكمل، مو صحيح؟ اوكي شكرا جزيلا. طيب احنا اليوم شنو سوينا لك؟ هذا كان ما في مكان، سوينا له مكان بجلدنا، فالآن أريد نصفه نشوف إيش بعد شيء. شكرا جزيلا. Again. هلا حطيه من برا. هلا من جوا. من جوا؟ عندي سن واحد لبني، بس تغيري حتكبرين. اوكي؟ انا شلت طحنتي راحت خلص. هلا الموعد جاي سوينا. ايوه جايز هلا بنكون خلصنا ومتوجهين للبيت، وهلا روعه نسوي ميوزيكلي. دامي يا دام نسوي ميوزيكلي، انا وميرا هون، وبابا هلا راح يجيب خالد ورغد، ونحن رايحين على البيت. جايز لكم اغنيه ميرا راح تنزل يوم الخميس، انتظروها وفعلوا الجرس عشان توصلكم الاغنيه، بس تنزل يوم الخميس. واشتركوا بقناه ميرا، حتكون اللينك تبعها تحت بالدسكربشن بوكس، روحوا شوفوه. قناتها كثير 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 حلوه. مواقع التواصل الاجتماعي تبعي انا وروان حيكون بنهايه الفيديو. فهذا كان الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوه. اذا حبيتوه لا تنسوا تشتركوا بالقناه عبر الضغط على زر السبسكرايب تحت الفيديو لونه احمر، وكمان فعلوا جرس التنبيهات عشان كل فيديو انا وروان بننزله يوصلكم. وكمان لا تنسوا تكبسوا على اللايك، وصلوا هذا الفيديو ل 50,000 لايك، اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اللي هو الكومنت شو بدكم الفيديوهات جديده واحلى. فباي سيو. هلا انا عم اصور كليب لبابا وماما وصحتي تعبت، وبتشوفوه بيوم الخميس. وباي.